كلكم تكونون بألف صحة وعافية. هالاثنين راح أجاوب على أسئلتكم اللي أمس طرحتوها علي في الإنستغرام. لا مرتبطة ولا متزوجة ولا بعلاقة ولا بوي فريند ولا شيء بالعالم، أوكي؟ تحطين مكياج بالبيت؟ لا. تركبين رموش كل يوم؟ إيه. صدق مسوية تكميم؟ إيه. مسوية خشمش تجميل؟ لا. يضايقك السؤال عن العمر؟ لا. تنامين بالمكياج؟ نيفر. لا. مرة حسيتي إنك فشلتي بالحياة؟ لا. عندك أخت ثانية؟ إيه. هل أنت مغرورة؟ لا. ماك أحسن ماركة للشذوات والمكياج بشكل عام؟ لا. في أحسن. If you had the chance, would you live in London? No. تشترين جناط وإكسسوارات تقليد؟ لا. خايفة جمالك يروح لما تكبرين؟ لا عادي. Do you eat McDonald's? No. هذا السؤال وايد تكرر. تطلعين بميك اب؟ عادي تطلعين بدون ميك اب؟ عادي أطلع بدون ميك اب من البيت. قبل كنت أطلع أكثر بدون ميك اب، حاليا لا، لأن ما بيكم تشوفوني بدون ميك اب، أبيكم تشوفوني نفس ما تشوفوني بالإنستغرام. بين السوشي؟ يس. سويتي فيلر أو بوتوكس؟ نوت يت، للحين لا. حسين إنك ابتلشتي عقب ما صرتي مشهورة؟ لا. ممكن يوم من الأيام تسكرين حسابك تنقطعين عن السوشيال ميديا؟ إن شاء الله لا. Have you ever imagined that you are going to be famous as you are now? No. حواجبك تاتو مؤقت؟ لا. انت من نفسك تحجبتي؟ ايه. تحبين افلام الابيض والاسود؟ حسين لما تحطين مكياج انك لابسه قناع مو قاعده تظهرين طبيعتك؟ لا. فكرة تسوين لك ميك اب لاين او اي منتجات تابعه للمكياج او تميلين للازياء؟ ميك اب يس، ازياء نو. ودك يكون لك صالون خاص فيك؟ لا. حلوه بدون مكياج؟ احلى مع مكياج. شعره غيرت فيك؟ لا، بس وايد شغلتني. تمنين لو تتغير حياتك اللي انت عايشتها؟ لا. عمرك 27 مثلا؟ لا، 28. هل تكلمتي عن اي برودكت فقط للدعايه؟ لا. ميك اب؟ لا. عمري لا ميك اب ولا سكين كير. تنرسل لك برودكتس من الشركات مجانا؟ ايه وايد. حسين ان البنت اللي ما تحط مكياج مو بنت، يعني ما عندها انوثه؟ مالها شغل بتاتا. Are you addicted to coffee? Yes. Do you think it's okay for ladies to go for botox? Yes. It's fine. If you need it, just do it. ما تحسين ان الميك اب كل يوم يضر البشرة ويتعبها؟ لا. تحسين نفسك جميلة؟ زينة. عندك حالات سود حول عينك؟ النوع اللي يمل من ستايل الشيء بسرعة؟ بسرعة أمل وايد بطريقة خيالية. عندك حبوب بوجهك؟ الحين لا. هل تقبلين بزوج يشترط عليك إيقاف حسابك وأغراقي حتى لو كان رجل أحلامك؟ ما زالت هناك أحلام لم تحققيها؟ إيه. كيف نوعية الروضة؟ إيه. مو مسوي عملية تجميل؟ لا. ممكن في يوم تغيري طريقة حجابك؟ أكيد. تزوجتي راح تكملين انستغرام؟ يس. خلص فيديو اليوم، شوفكم الاثنين الجاي. باي باي.